كنصعبوا المسائل ديال المشاربين، كنصعبوا المسائل ديال السبيحات، كنصعبوا هادشي ديال الزوسي. هذا اللي كي دابا حاليا اللي كيتمشى دابا. المهم كان حنا عندنا خدمه موسميه، كل دابا بحال الوقت هذايا كنصعبوا الريبوات ديال الدراري، كنصعبوا العمرات. دابا هاد المسائل هادي بقات كتنحرف، خسروا الصناع، بقات كتنحرف هاد الشله ديال الحاجه. دابا بحال النعوره دابا قلالت، مابقاش شي واحد كيصاوبها. باقي هاد المسائل هادي دابا هي اللي حاليا هي اللي كتمشى دابا، هي اللي مكتسحه السوق ديال تخرج. السبيحات عاوتاني كتمشيو غير في الايام ديال رمضان، هما اللي كتمشيو فيها السبيحات. كان المشماش دابا قلال ما بقاش، ولا هاد المسائل ديال الزيتون دابا هو اللي ولا حاليا اللي كاين دابا في السوق. الزيتون دابا كيشريوه من عند مال الفراران، من عند الحمامات، كيجيبوا لهم الناس ديال اللي كيبغي يزبر شي حاجه ولا هادشي، كيجيبوا لهم داك الشيء، وحنا عاوتاني كناخذوا منه، عاوتاني كنديو هذا المنشار، كينشرنا ديك المسائل، وعاد تنطلعوها حنايا وكنفصلوها كنفصلوا الماكينه، ونعود مربع بحال هكايا، كندوروها في الماكينه بحال هكايا، كندوروها بحال هكايا في الماكينه، كنثقبوه بحال المشعل اللي كتثقبو به، كنثقبوه بهاد المشعل هذا، عرفتي، كنثقبوه بهاد المشعل هذا، عاد كيدوز للزواق. الزواق كنزوقوه بحال هاد المسألة هادي، بحال هاد الشكل هادي. النحاس عاوتاني كاين النحاس اللي كنديرو بحال هكايا، النحاس هاهو هذا، كنصعبوه عند المعلم كوي. هاهو النحاس بحال هكايا، هذا كنصعبوه عند المعلم كوي. كاين عاوتاني نحاس واحد اخر عندي العبر، هاديك كنشريوها من عند الدروبرية، سبيعه من الدار البيضاء ديال الدروبرية. والمسائل بحال هكايا عاوتاني كنزوقوه، كان هاديك 25 درهم، 20 درهم، داكشي الما داكشي اللي باش كيدي الجمل. علمنا والدينا هيدا حنا خاطرين، كتسمى شي حاجة ديال المشمش، هذا الزيتون والأقرا والصقاو نسيت اللي عندي، هذا كنا نديرو 30 درهم، هذا 90 درهم، هذا ب 20 درهم، هذا ب 15 درهم، لابوس عاوتاني 25 درهم، شي 30 أخرى، 10 قطعات كل حاجة، و 20 درهم، الشبيكة عاوتاني 20 درهم.